ونور الله تجلى بهالدنيا بإنسان اسمه يسوع، بإنسانية بتخلي هالنور ما يبهرك بس يضويك، وهالنور بين أول ما بين، مش بتريا معلقة بقصر، لكن بنواصة صغيرة محطوطة بمزود. هالنور ما ضوى قصر، ضوى مغارة. هالنور ما لمع على تياب براقة تتلألأ فيها الجواهر وبتلمع وبتبرق على وهج النور، لكن هالنور ضوى مغارة فيها كم صخرة ومرأة ورجال لابسين تياب العادية وتياب العاديين. هالنور ما ضوى على ناس بهمن انه هن يلفتوا الانظار، هالنور ضوى على ناس ساجدين لطفل المزود يسوع. النور هيك ببلش، ما تفتش عليه بالاشياء اللي بتبهر، بالاشياء اللميعة، بالاشياء اللي بتعكس النور اللي بيعميك. فتش عليه بالبساطة، ومن هونيك بيضوي لك كل الكون، والله معك.